الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بشي وحن كشرنا خير كبطنيت إلهينا ونقوى الضوء صديسون كيدا وسقالي لما تنبري أما واسطا قار كم مدي مال مها سوا تجين إن بدنا وإنه باقي من أوجين مال مها سينا وذكاره إنه يينا إنه وذكاره هاي نفط ويتعش هاي وحبضا وشهوات كذا إن جودته لكن وحي كعربتا إن الليل سد أو الجهاد أو خير كأت كل الجهاد.